خلينا قبل كالعادة ما نخش ونشوف الصحافة العالمية قالت إيه عن الكرة الأوروبية. خلينا نتكلم مع حضراتكم في بعض الأخبار السريعة. الأخبار السريعة هنبدأها من المان يونايتد. المان يونايتد تحط علامة استفهام كبيرة جدا على المان يونايتد. في جدل كبير جدا يعني الفترة اللي فاتت حول هذا النادي الكبير، وآخرها أن الملياردير الأمريكي طبعا إيلون ماسك يعني من أغنى أغنياء العالم عايز يشتري النادي. طبعا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك في تغريدة له عبر تويتر قال أنه هيشتري فريق مانشستر يونايتد. ده جه في جزء من تغريدة يمكن تحدث فيها يعني بشيء من المزح ومن يعني الضحك عن يعني خبراته السياسية، ويمكن في الآخر أضاف جملة سأشتري مانشستر يونايتد مرحبا بك. طبعا حضراتكم عارفين ان طبعا هذا يعني رجل الاعمال الكبير اللي كان هيشتري كمان تويتر يعني في التغريده ديت بشان يعني رغبته في شراء طبعا النادي الانجليزي المان يونايتد. بعد طبعا حضراتكم عارفين مانشستر يونايتد اكيد طبعا رغم المشاكل اللي بيمر بيها، لكن هو يبقى المان يونايتد اسم كبير جدا، انجح واكثر فرق كرة القدم في العالم وأكثرها شعبية، وصاحب الرقم ما زال صاحب الرقم القياسي في إنجلترا، فاز بالدوري 20 مرة وفاز 3 مرات بطبعا دوري أبطال أوروبا. ولكن خلال حلقتنا النهاردة كمان هنشوف إيه اللي بيحصل في المان يونايتد. هل الصفقات اللي يعني في الأسابيع الأخيرة المان يونايتد صحي وفجأة بيجري ورا صفقات كبيرة جدا جدا، هل ستتم تنهاج المدير الفني الهولندي في مشكلة كبيرة بعد هزيمة في الجولتين يعني في البريمير ليج وأسوأ بداية للمان يونايتد؟